يحكى أنه في يوم من الأيام كانت هناك شجرة تفاح كبيرة كثيرة الأغصان، ممتلئة الثمر، قوية الجذع والأغصان. وبجانب الشجرة طفل دائما يتقرب منها على الدوام، يلهو ويلعب ويتسلق أغصانها ويأكل من ثمارها، وإذا تعب من اللعب نام تحتها مستظلا بظلالها وأغصانها الكبيرة. وكان الطفل يفعل هذا بشكل يومي. مرت الأيام وكبر الطفل وانشغل عن الشجرة، فتوقف عن الذهاب إليها، ولكنه عاد يوما إليها وهو حزين. فطلبت منه الشجرة اللعب معها، فقال الولد: أنا لم أعد صغيرا وأنا بحاجة لبعض النقود لكي أشتري بعض الحاجيات. فقالت له: أنا لا يوجد معي نقود، ولكن خذ السفاح من أغصاني وقم ببيعه واستخدم الأرباح لتشتري ما تريد. فجمع الولد كل ثمارها وأخذها وهو سعيد وغادرها ولم يعد، فباتت الشجرة حزينة. بعد أعوام عاد الطفل، وكالعادة قالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال لها: لقد أصبحت رجلا كبيرا ولدي عائلة وأنا المسؤول عنها وأحتاج لبناء بيت، هل تستطيعين مساعدتي؟ فقالت له: أنا لا أملك بيتا، ولكن بإمكانك أن تأخذ من أغصانك ما تشاء لتبني بيتك. ففعل الرجل وأخذ الأغصان وغادر وهو مسرور. مرت الأيام والسنوات وبقيت الشجرة وحيدة حزينة على الطفل، حزينة على الطفل الذي كبر وأصبح رجلا ولم يعد يلتقي بها. وفجأة جاءها في يوم حار، ففرحت الشجرة بقدومه وقالت له: العب معي. فقال: لقد كبرت كثيرا وأصبحت عجوزا، وأريد أن أرتاح من عناء الدنيا وأن أعيش فترة استرخاء، أريد أن أبحر بعيدا عن الناس، ولكني لا أملك مركبا أبحر به. فقالت له الشجرة: خذ من جذعي واصنع مركبا. فأخذ من جذعها وصنع المركب وذهب عنها، ولم يعد لسنين طويلة. وبعد كل هذه السنين أعاد الرجل للشجرة، وقد اعتادت عليه أنه يعود ليطلب شيئا منها، فسابقته بالقول: آسفة، أصبحت كبيرة جدا ولا أملك شيئا لأمنحك إياه. وأضافت: لا يوجد تفاح لتأكل أو لتبيع. فقال لها: لا داعي، فليس لدي أسنان لأقضمها. وقالت له: لم يعد لدي جذع لتلعب وتتسلق عليه. فقال: لا حاجة لي به، فقد أصبحت كهلا عجوزا لا أستطيع القيام بذلك. حزنت الشجرة كثيرا لأنها لا تملك ما تعطيه، فهي شبه ميتة، جذورها أصبحت ضعيفة. فرد عليها العجوز قائلا: كل ما أحتاجه وأريده الآن هو أن أرتاح من هذه السنين، أحتاج مكانا للراحة فقط. فقالت له الشجرة: هذه جذوري وهي ما تبقى لدي، يمكنك الجلوس وأخذ قسط من الراحة بجانبي، اجلس واستلقي هناك ما تشاء. الحكمة المستفادة من هذه القصة: يجب تقدير كل النعم التي تمنحها لنا الحياة، كنعمة الوالدين ونعمة الصحة ونعمة جمال الطبيعة وعطائها، وعلينا المحافظة على هذه النعم باستمرار. شبه الكاتب الشجرة بالأم التي تبقى ترعى طفلها حتى يكبر، وتفني حياتها كلها في توفير احتياجاته، وتقدم له كل ما يحتاج إليه وقت ما شاء، حتى تنفد كل طاقاتها وتصبح غير قادرة على العطاء، فيكبر هذا الطفل ويصبح شابا ثم رجلا ثم عجوزا كهلا.
ولم يدرك قيمة والديه إلا عندما يفقد كل شيء.